الذرة. يعمر القرآن الكريم بالصور البلاغية والأساليب التي تقرب المعاني إلى الأفهام، ومن بينها الأمثال. والأمثال في القرآن سبيل من سبل العظة والهداية، وقد تكون كامنة يدل مضمونها على معنى يشبه مثلا من الأمثال. قد يتخلل الآيات لفظ المثل. قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وقد تأتي الأمثلة مرسلة دون تصريح بلفظ التشبيه. قال تعالى: ضعف الطالب والمطلوب. وقال عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقد اكتسبت هذه الآيات صفة المثل بعد نزول القرآن الكريم وشيوعها في المسلمين. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لما نزلت هذه الآية الكريمة كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه مما رزقهم الله من الخيرات، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير كالكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، ويقولون إنما وعد الله النار على الكبائر. يرغب الله في القليل من الخير ولو كان قدر الذرة، فإنه يوشك أن يكثر. لقد نزل القرآن على نبينا الكريم قبل 14 قرنا، وقد اكتشف العلماء قبل زمن ليس بالبعيد أن الأجسام تتكون من ذرات دقيقة جدا لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر. كل الأجسام تتكون من ذرات، سواء كانت صلبة كالصخور والمعادن، أو سائلة كالمياه أو الزيوت، أو غازية كالهواء وغيره، فهي جميعا تتكون من ذرات متناهية الصغر، ذكرها القرآن الكريم ووصفها قبل أن يكشف عنها 14 قرنا. وكما رغب الله في الخير ولو كان قدر ذرة، حذر من الذنب ولو كان يسيرا، ولو كان قدر ذرة، التي ذهب العلم إلى أنه قد لا يكون هناك أصغر منها في محيط ما نعلمه. السؤال 21: اذكر أرقام الآيات التي كانت هذه الحادثة سببا في نزولها، والتي ترغب في الخير وتحذر من الذنب، واذكر اسم السورة التي وردت بها. Thank you.